بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الجريمة من جرائم أعداء البشرية كلها، اليهود لعنهم الله، اللي هي بتاعت أسطول الحرية. تعجبت جدا من التبجح اللي بيظهر من هؤلاء الأشرار الشياطين اليهود. واحد مسؤول رسمي بيتكلم وبيدافع عن الموقف بتاع اليهود والجريمة التي اللي فعلوها، فبيقول ايه، طبعا هم كتموا على الموضوع وما اظهروش بيانات رسمية فيها الاعداد، سواء اعداد القتلى او اعداد الايه، في الاول قالوا 20 واحد وبعدين طلعوا 9 من اخوة الاتراك معظمهم يعني الاخري. فالمهم يعني لفت نظري جدا واحد يهودي خبيث بيتكلم، فبيقولوا له انتوا كتمتوا خالص على البيانات ومفيش بيانات رسميه ولا نشرتوا صور الناس. فقال لاننا نلتزم بالاخلاق اليهوديه التي لا تبيح نشر صور القتلى. فانا تألمت في الحقيقه، لان احنا في الاسلام ايضا عندنا المفهوم ده، بس احنا بنهمله في سبيل الوصول لهدف اعلامي، ننتهك حرمه الموتى او المقتولين. إذا تأملت بس الآية في القرآن الكريم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري إيه؟ مش ولا يواري أخاه، لا، يواري سوءة أخيه. فجثة الميت سوءة، الإنسان مجرد يموت بيصبح عورة. ولذلك ما ينبغي في التغسيل وكذا إن الحكاية تبقى موضوع مجاملة، والناس تدخل على الميت وهو ميت وبيتغسل كنوع من المجاملة، هاتوا فلان واحضروا فلان، لا يحضر فقط من يحتاج إليه في الغسل فقط، وده يكون في أضيق الإيه؟ الحدود، اللي بيغسل واللي بيساعده. لكن تبقى عملت إيه؟ دعوة عامة مفتوحة بقى، أو يجاملوا فلان إنهم دخلوه في ساعة الغسل، لا، ده انتهاك لإيه؟ للميت. فيهودي مجرم بيدافع عن ان، طبعا هو بيحاول يعمل نوع من الاستثمار الموقف، ان هم في حاجه اسمها اخلاق يهوديه، اخلاق اليهوديه اللي احنا عارفينها كلنا، لكن هو بيبين يعني بيتورع وراء ان دي اخلاق اليهود، ان هم بيحترمون الموتى ولا يصورون الموتى، هم يقتلون بس لكن لا يصورون. طب انت قتلت، ما انت اللي قتلت، يعني انت الذي قتلت الاطفال وقتلت الشباب وقتلت الابرياء. فاخلاق بيقول عشان احنا عندنا اخلاق يهوديه، وان عندنا في شريعتنا اليهود ان احنا لا ننشر صور الموتى. فالله المستعان.